إذن قبل أن نستكمل معكم الملف السوداني، نذهب إلى آخر التطورات في لبنان، بما أفاد مراسل الحدث به قبل قليل بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن عند منتصف الليل غارة على محيط الهرمل في البقاع الشمالي، استهدفت عددا من الشاحنات قرب الحدود اللبنانية السورية. وحول هذه التطورات نذهب مباشرة إلى مراسل الحدث محمود شكر من بيروت. محمود، آخر التطورات من عندك، آخر الاستهدافات والغارات الإسرائيلية في البقاع. نعم، بالفعل يبدو إلى أنها قاعدة عسكرية يرسيها الإسرائيلي دائما عندما تستهدف له الطائرات في أجواء الجنوب اللبناني، وهذا ما حصل في عصر هذا اليوم، حيث أسقط حزب الله طائرة الهرمس فوق جبل الريحان. كانت كل المعلومات والتقديرات للخبراء العسكريين يشيرون إلى أنه سيرد الإسرائيلي في عمق البقاع وتحديدا عند الحدود كما حصل في الفترة الماضية، وهذا ما حصل بالفعل منذ حوالي 20 دقيقة، حيث أغار الطيران وتحديدا عند بلدة حوش السيد علي في مدينة الهرمل، بمعنى إلى أنها آخر بلدة من جهة الهرمل باتجاه الحدود اللبنانية السورية من جهة القصير. وأشارت المعلومات وأيضا الفيديوهات والصور التي تأتي اتباعا من تلك المنطقة إلى أن الطيران أغار على دفعات متتالية، وأنه أصاب عدد من الأهداف على الأرض، وهي أيضا بقعة ما بين المشفي وحوش السيد علي، وأصاب عدد من الشاحنات الفارغة وأيضا الشاحنات المحملة بالمازوت، وأيضا بعض البقع الجغرافية على الأرض التي تعرف بمحلة أو حاجز التبديل أو الحاجز، المنطقة التابعة لحزب الله في تلك المنطقة. المعلومات الأولية أيضا تشير إلى سقوط عدد من الضحايا وأيضا عدد من الجرحى. هنالك تضارب في الروايات لأن سيارات الإسعاف وعمليات الإطفاء للشاحنات تتم أو هي تمت منذ حوالي الربع ساعة، لذلك نحن بحاجة إلى مزيد من الوقت لعمل على استقراء والتتبع للجنسيات. البعض يقول إلى أنهم من السوريين، والبعض يقول إلى أنهم من اللبنانيين، وتتحدث هذه المعلومات أيضا عن سقوط جرحى. ولكن بالمقلب الآخر وتحديدا في بلدة الفريدق في عكر، أي في المنطقة الواقعة فوق الهرمل من جهة الداخلية في عمق السلسلة الغربية لجبال لبنان من جهة الداخل، سقط صاروخ على منزل قيد الإنشاء في البلدة. في بداية الأمر ذهب البعض إلى القول إلى أنها غارة، ولكن تأكد بعد ذلك إلى أنه صاروخ اعتراضي من قبل الدفاعات الجوية السورية سقط على المنطقة، بمعنى أنه انفجر في السماء المنطقة وسقط على الأرض. وهنا النقطة بالذات أنه لماذا هذا الصاروخ السوري؟ لأنه عندما تقوم الطائرات الإسرائيلية بعمليات الإغارة وتحديدا عند هذه النقطة التي تعرف ما بين لبنان وسوريا، وفي أغلب الأحيان هي تأتي في هذه البقعة في الداخل حوش السيد علي، بمعنى إلى أنها أقرب إلى الداخل السوري. شكرا. كل القواعد الصواريخ السورية أو المضادات الأرضية السورية هي تعمل تلقائيا باتجاه هذه الأهداف أو باتجاه الطائرات، لذلك كان هذا الصاروخ الاعتراضي الغارة. شكرا لك حتى اللحظة محمود شكر من بيروت مراسل الحدث على كل هذه الإيضاحات.